السلام عليكم أخواتي، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير متتبعي الكرام والكريمات. أتمنى يكون هذا الفيديو يلقاكم في أفضل حال، وسمحوا لي بزاف على الغياب، على طول غياب صراحة. والله العظيم مهير نمرض والنفسية، وعندكم الواحد منكم عنده التربية ما تيكونش قادر أنه يوفق ما بين القناته والدار وعد التزامات أخرى. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نشارك معكم واحد الفكرة، وتهي تقدر تنفعكم. المهم، هذه جلابة ديالتي كنت صلحتها وتحرقت ليا، كما تيبان لكم تحرقت ليا، هي حرقة هنايا وحرقة هنايا، كنت صلحتها بالمصلوح، دايره ليها الراندا ودايره ليها الكروشي. ها هو كما تيبان لكم الكروشي، وانا خفت تمشي ليا، ها هي. قلت اش ندير، قلت نسبغها. افضل طريقه اللي غادي لقيت لها هو انني ندير لها البوشوار هذا ديال هاد الريشه، عجبتني هاد الريشه وقلت انا نخدمها معكم. غادي نحتاجو لهاد الالوان، ها هما اللي عندكم ديال الصباغه ديال الثوب. انا غادي ندير هاد الالوان والريشه، يعني اللي عندكم في الصباغه، وضروري من البانسو. يعني كنت حطيت الطريقه ديال البوشوار كيتصاوبوها. انا دابا حيت ما عنديش هاد الريشه، ولكن ان شاء الله غادي نخدمها معكم وندير لكم نفس الطريقه ديال هاد الريشه، نصاوبها ونوريكم كي تخدموها ان شاء الله. بقاو معايا وما تمشوا بعيد اخواني اخواتي. ها نتوما غادي نبداو نصبغوا الريشه، وناخذوا الصباغه الاولى ونحلهم كاملين باش نخدم بهم، ولكن غنبدا بالازرق. ها نتوما تقدروا ديروا بونجا ولا ديروا هير البنسو. غادي ناخذ هاد البيستاش، ماشي بيستاش، التركواز، باش نفتح الدرجه تاع ديال الريشه. الطريقه غادي نجي البيستاش حتى هو، هذا الازرق تيجي مع جميع الالوان. شكرا لكم بزاف للتعاليق، صراحة كتعجبني بزاف، بالأخص من تكون تنقراه. غادي نمشي على هاد المنوال، غنزيد هاد اللون تا هو، غادي للصفير، يعني تدرج ديال الالوان. نتمنى تعجبكم الفكره، انا ما بغيتش تبقى لي هذاك لاطاش ديال المصلوح.
سنة ندرقو بالصباغة، كنت بيتر بغيت نرسم فيه شي وردة، ولكن ضيق الوقت ما كان سالي صراحة. عندي خدمة أخرى تاني، يعني ما كان ساليش. غادي نزيدو هاد الصفر تا هو، غادي ندير هاد الغوز. عجبني هاد الغوز هو درتو هنايا، غادي نبقى بهكا بالالوان الازرق على التركواز، هاد البيستاج، هاد الصفر مهرس اللي غادي البيستاج، وهاد الصفير وروز، ونبقى غادي بالتدريج حتى نكملها ونوريكم النتيجه. اخواتي اخواني، من بعد ما كملت الصباغه ودرت التدرج ديال الالوان ودرت المجز بيناتهم، غادي نحيدو هاد البلاستيك ديال البوشوار ونشوفوا النتيجه. ها هي النتيجه كما تتبان لكم، هائله صراحه. الا شفتوها في هكا كما شفتها انا، جات واعره صراحه. يعني مجزت ما بين الالوان، عندي بيستاج فيغ دو شو، يعني هذا مع البيستاج، شفتوا هاد الالوان صراحه، جا لون غزال غزال بزاف. وهذا التركواز شويه ديال الغوز، ها هو، والزريق والاصفر، جو الوان واعرين واعرين صراحه، رائعين وزانين. جباتني النتيجه، غادي نشوف واحد شويه، الا بان لكم شي حاجه بغيتي تزيدوها زيدوها. غنزيد واحد شويه ديال الغوز هنا، شويه هكا، نبدا تقادو الرشمه هاكا بهاد الطريقه، وتتمجزوها ما بين هاد الالوان باش يجي داك التماجز ديال الالوان، عطي واحد المنظر رائع. غنزيد هاد التركواز هذا فهاد البلايصه كما بان لكم هنايا، ها هو، بهذه الطريقة صراحة عجبتني النتيجة، جات ريشة رائعة. واخا مغاديش تبان لكم مزيان، ولكن صراحة جات رائعة رائعة، وجات مع هذا الأزرق اللي عندي نتاع في الجلابة، جا زوين. عطا واحد المنظر رائع. يعني داك المجز ما بين الالوان، الالوان عطا واحد الشكل زوين. ندخل عليه شويه ديال الصفر باش يهرس ليه داك اللون، باش يبان بلا انه كاين واحد واحد الكونتراست. غادي نستمر على هذا الشكل، ها
ثم دخلت الالوان ومجزتهم كما بان لكم. كاين التركواز، الازرق، الخضر، الصفر، البيستاج. صراحه جات هاد الريشه واعره، نتمنى تعجبكم وديروا بحالها، يعني كيفاش انكم تلقاو الحل لاي ثوب هكا في جلال بياسات، يكون شي بياسه تكون وقع لها مشكل بحال كيما طرا لي انا في جلابتي، تلقاو لها الحل. نتوما زدت شويه الغوزي باش يبقى داكشي الالوان هما هادوك متناسقين. صراحه النتيجه جات زوينه وهائله، نتمنى تعجبكم و ما تبخلوش عليا بلي لايك ولي جيم كومونتير زوين باش نزيد لقدام. السلام عليكم، شكرا على المتابعه.